هذه الوفاة صراحة واحد الفاجعة قوية ما تقبلهاش العقل، وفي نفس الوقت القلب ديالنا حزين لهذه الفاجعة. والله يرحم الجميع، وداك السيد اللي في السبيطار الله يشافي هذا ولا غادي فوز بقاع الهزيمه. وصراحه ما عرفنا حتى شكون اللي ماركا، شكون اللي لعب، ما تبعناش بقوه تما هذه الفاجعه اللي صدماتنا، وتبعناها بواحد الشكل اللي زعما صراحه ما تقبلو حتى شي واحد. هذاك السيد اللي دابا راه في العنايه المشدده الحمد لله دابا راه حي، غير عنده مشكل في الظهر ديالو، دابا تنطلبوا من الله باش يتشافى وما يكونش عنده اعراض جانبيه اللي غادي تؤدي به لشي حاله ماشي مزيانه. كنشكروا الجميع، تنشكروا المغاربه كاملين، ما التليفون ما تيسكتش لا لينا ولا للمكتب، الاعضاء كاملين، المغرب كامل تيسول. شكرا للصحافه، شكرا للجميع، وفي نفس الوقت العزاء ديالي تيبقى للمراه ديالو ووليداتو ولمو وخوتو، وماشي غير سوفيا. مشكور جميع الاعضاء اللي ماتوا، جميع ديال كنشكر الجمهور وهادشي اللي ذهب، كانوا ماشيين باش يتفرجوا في الماتش في تادلا، فاذا به في الطريق كانت شويه ديال الضبابه، كانت الثلج، الكليساج، السرعه، يعني باش نفصل كيفاش قدر الله، قضاء وقدر، ما عندناش تفسير ديالو.